أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم، إذاعة معهد الوعي الإسلامي المالي زي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah Puan Muna Jasman, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan dibantu oleh pelajar saya Hana untuk sesi yang seterusnya insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Pada hari ini kita akan mengulang kaji pelajaran yang telah dipelajari sepanjang minggu ini. Hana akan membantu saya menggunakan soalan daripada perkataan kam. Tafaddali ya Hana. Kam nafaran araftahum fil madrasah ya Ustaz? Ma makna kam nafaran? Berapa orang? Araftahum, kamu telah mengenali mereka. Fil madrasah, di sekolah. مرة أخرى. كم نفر عرفتهم في المدرسة يا أستاذ؟ عرفت بعضهم فقط. ما معنى عرفت؟ سيطلح مغنالي بعضهم سبهجيا مريكا فقط سهج. نعم، مرة أخرى. كم نفر عرفتهم في المدرسة يا أستاذ؟ عرفت بعضهم فقط. ثم السؤال الثاني. كم قطعة من الحلويات في العلبة يا أستاذ؟ ما معنى كم قطعة؟ برابو بوتوم من الحلويات dari kuih-kuih fil ulbah di kota ini. Nah, maratan ukhra. Kam kita'atan minal halawiyyat fil ulbah ya Ustaz? Fil ulbati 10 kita'ah. Ma makna fil ulbah? Di dalam kota ini 10 قطعة. سبوله بطن. نعم. ثم السؤال الثالث. كم سيارة في الموقف يا أستاذ؟ ما معنى كم سيارة؟ برابوكا كريتا في الموقف دي تمبايت لتا كريتا. نعم. اسأليني مرة أخرى. كم سيارة في الموقف يا أستاذ؟ في الموقف 9 سيارات. ما معنى في الموقف؟ دي تمبايت لتا كريتا. 9 سيارات. 9 بواه كريتا. نعم، مرة أخرى. كم سيارة في الموقف يا أستاذ؟ في الموقف 9 سيارات. ثم السؤال الأخير. كم حجرة في بيتك يا أستاذ؟ ما معنى كم حجرة؟ برابوكا بيلي في بيتك دي روماكم. نعم، اسأليني مرة أخرى. كم حجرة في بيتك يا أستاذ؟ في
بيتي أربع حجرات. Kemudian saya akan bertanya kepada Hana dengan menggunakan soalan daripada perkataan kam. السؤال الأول: كم مجلة تقرأين شهريا؟ ما معنى كم مجلة؟ Berapakah majalah taqra'ina kamu baca syahriyan setiap bulan? Naam. Kam majallatan taqra'ina syahriyan ya Hana? Ghaliban aqra'u thalatha majallat. Ma ma'na ghaliban? Biasanya aqra'u saya baca ثلاثة مجلات. تلك مجلة. نعم. كم مجلة تقرأين شهريا يا هنا؟ غالبا أقرأ ثلاثة مجلات. ثم السؤال الثاني: كم حصة تدرسين اللغة العربية في الأسبوع؟ ما معنى كم حصة؟ Berapakah masa tadrusina kamu belajar al-lughah al-arabiyyah bahasa Arab fil usbu' di dalam seminggu? Naam. As'aluki ya Hana, kam hissatan tadrusina al-lughah al-arabiyyah fil usbu'? Adrusu al-lughah al-arabiyyah fi hissatayn. ما معنى أدرس؟ ساي بلاجر اللغة العربية بحس عرب في حصتين. بعد دو مسك. نعم. كم حصة تدرسين اللغة العربية في الأسبوع يا هنا؟ أدرس اللغة العربية في حصتين. ثم السؤال الثاني: كم يوما في الأسبوع؟ ما معنى كم يوما؟ Berapakah hari في الأسبوع؟ Di dalam seminggu. نعم. كم يوما في الأسبوع يا هنا؟ في الأسبوع سبعة أيام. ما معنى سبعة أيام؟ Tujuh hari. كم يوما في الأسبوع يا هنا؟ في الأسبوع سبعة أيام. ثم السؤال الرابع: كم ساعة في يوم واحد؟ ما معناه؟ Berapakah jam di dalam sehari؟ كم ساعة في يوم واحد يا هنا؟ في يوم واحد 24 ساعة. ما معنى 24 ساعة؟ 24 جم. كم ساعة في يوم واحد يا هنا؟ في يوم واحد 24 ساعة. ثم السؤال الأخير: كم دقيقة في الساعة؟ ما معناه؟ Berapakah minit di dalam satu jam؟ كم دقيقة في الساعة يا هنا؟ في الساعة 60 دقيقة. مرة أخرى: كم دقيقة في الساعة يا هنا؟ في الساعة 60 دقيقة. ما معنى 60 دقيقة؟ 60 مني. نعم. كم دقيقة في الساعة يا هنا؟ في الساعة 60 دقيقة. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء. Untuk cadangan atau pandangan sila emailkan kepada arab@ikimfm.my. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب بالبحث عنها يوم.